لا أخفيك قولا وأرجو أن تدرس هذا دراسة علمية، أن مخالفات الشيخ رسلان كبيرة وليست هينة، وأخطرها كما ذكرت لك وهو جامع يربط أغلب هذه المخالفات التشبع بما لم يعطى بل مع ثبوت الكذب، بل مع ثبوت الكذب للأسف، وهذا يعني بلا شك يقدح في عدالة صاحبه، خاصة إذا تمارى واستمر في ال يعني ال 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 يعني التهرب من إيه؟ من الاعتراف بالحق، هذا مما يدينه أكثر ويجعلنا لا نأمن أن يعني نستمر على تعديله وهو على هذه الحال. فأنت بارك الله فيك، يعني هناك أمور واضحة. قلت لكم قبل كده ان منهج المداخله ده منهج فاسد وغير قابل للتطبيق اصلا، بعد ما مسكوا كل الدعاه اللي على الساحه والمشايخ اللي على الساحه وبدعوهم وحذروا منهم قلبوا على بعض، ظهرت فرقه الصعافقه والمصعفقه، وبعدين الاتنين دول كمان مداخله هاجموا بعض وبدعوا بعض، اصبح مفيش مدخلي النهارده على وجه الارض الا مجرح.